بعد وفاة الرئيس ستالين دخلت العلاقات بين القطبين مرحلة التعايش السلمي، حيث اعترف الاتحاد السوفيتي بألمانيا الغربية وقام بحل الكومينفورم وأقر بضرورة تفادي الحروب والثورات العنيفة. في المقابل أوقف الرئيس الأمريكي إيزنهاور الحملة المكارتية المعادية للشيوعية، واستقبل لأول مرة الرئيس السوفيتي خروتشوف، وعقد البلدان مؤتمرات لحل بعض النزاعات الدولية وأبرم اتفاقيات الحد من الأسلحة الاستراتيجية المعروفة باسم سالت. في سنة 1961 أقامت دولة ألمانيا الشرقية جدار برلين الذي استهدف الحد من هجرة ملايين السكان نحو ألمانيا الغربية. في سنة 1962 حاصرت القوات الأمريكية كوبا وأرغمت الاتحاد السوفيتي على تفكيك قواعده العسكرية الموجودة فوق أراضيها وسحب الصواريخ العابرة للقارات. في سنة 1968 اندلعت ثورة شعبية في براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا، غير أن الجيش السوفيتي تدخل لإخمادها. تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً لمواجهة الشيوعية في الفيتنام الشمالية. اشتد التنافس بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التسلح، حيث تم اختراع الأسلحة الاستراتيجية وأسلحة الدمار الشامل. أحدث الاتحاد السوفيتي أنظمة اشتراكية في بعض البلدان الآسيوية والإفريقية وأمريكا الوسطى. في المقابل دعمت الولايات المتحدة الأمريكية الحركات المناهضة لهذه الأنظمة. ومع نهاية الثمانينات أخذت الاشتراكية في الانهيار بأوروبا الشرقية، وتفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1991، وبالتالي ظهر النظام العالمي الجديد الأحادي القطب.